أهلا بكم مشاهدينا الكرام، صح فطوركم. في حلقة اليوم نتوقف عند إغلاق صحيفة ليبرتي وواقع الحقوق والحريات، حيث ودعت صحيفة ليبرتي قراءها بصدور عددها الأخير اليوم الخميس بقرار من مالكها أغنى أغنياء الجزائر سعد ربراب، وسط كثير من الجدل حول خلفية القرار الذي جاء بعد أسابيع من انتقاد شديد من تبول لصحيفة ورفع شركة سوناتراك دعوى قضائية ضد الصحيفة. وكتبت ليبرتي على صدر صفحتها الأولى عنوانا عريضا يتضمن عبارة بعد 30 سنة من مغامرة فكرية ليبرتي تنطفئ، شكرا وإلى اللقاء. يأتي هذا وسط مشهد إعلامي وحقوقي قاتم، حيث يستمر حبس صحف الجريدة محمد ملوج إلى جانب الصحفي المستقل حسن بوراس ومدير موقع الحجرة مرزوق تواتي، الذي تحدثت منظمة العفو الدولية اليوم عن أنباء عن نقل عاجل له إلى المستشفى بعد إضراب عن الطعام دام 16 يوما احتجاجا على ظروف احتجازه ودون تلقي أي رعاية طبية في سجن الأغواط الذي نقل إليه من غردايا بعد بجاية. يأتي هذا فيما تتواصل المتابعة والتضييقات والأحكام القاسية والظالمة كما يؤكد حقوقيون في حق معتقلي الرأي والحراك. فبعد أن حكم أمس بعام ونصف على الشاعر الشعبي حمود شكرابي بسنة ونصف سجنا نافذة، صدر اليوم حكم بالسجن بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق الناشط الحراكي والمدافع عن البيئة محاد قاسمي في أضرار. أنا وعدت بالحرية المطلقة للإعلام إلا ما يتناقض مع القوانين ومع الأخلاقيات تاع المهنة وتقاليدنا. ومع أن وعد تبون واضح في هذه المسألة، إلا أن كل المؤشرات تؤكد على تدهور مخيف للوضع الحقوقي والإعلامي في الجزائر، مثل ما جاء في كل التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية التي وجهت ملاحظات متكررة للسلطة الجزائرية لتحثها على الانفتاح على الحريات ومنح فرص أكبر لحرية الإعلام والتعبير الحر. ويرى حقوقيون أن المقياس الأمثل للديمقراطية يمر في كل البلدان عبر الوضع الذي يشهده الإعلام، وفي الحالة الجزائرية فإن قطاع الإعلام يشهد تضييقا وحصارا غير مسبوق راحت ضحيته كل المنابر التعبيرية والمخالفة لرؤية وتصور السلطة. وستعرف قائمة التلفزيونات الموقوفة بقرار إداري وقبلها يوميات وأسبوعيات كانت ضحية خطها الافتتاحي المنحاز لقضايا الشعب في مطالبه بالتحرر والانعطاق ضيفا جديدا يتمثل في صحيفة ليبرتي التي تنشط في الساحة الإعلامية منذ 30 سنة. الصحف التي تحاصرها تعليمات توزيع الإشهار وتخضعها السلطة لشروط دخول الصف واحترام المعايير المسطرة من قبل السلطة. ويقيم المختصون في الإعلام ظاهرة الإعلام العمومي في الجزائر بالمؤسسات التي تستنزف الخزينة وتؤدي عملها بصورة تعيد إلى الأذهان جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا، تضاف إليها مؤسسات إعلامية تمثل مكاتب في الجزائر لمؤسسات أجنبية، ما يجعلها قابلة للتوقيف والغلق في كل لحظة، فيما تغيب كل الدلائل على وجود ما يسمى بسلطة الضبط والتي تمثل في الحقيقة ضبط إيقاع الصحف على عزف السلطة. الواقع الموصوف بالمزري لقطاع الإعلام في الجزائر يجسده أيضا وضع الصحفيين المتابعين والمسجونين والمحاصرين بالغلاء ورداءة الرواتب وانعدام العلاوات. والتحق بمن يعانون البطالة طاقم صحيفة ليبرتي التي تدفع حسب المتابعين ضريبة اصطفافها مع القضايا رفيعة المستوى للشعب ومطالبه الحقيقية بالتحرر وتحقيق دولة الحق والعدل والقانون. وبالرغم من أن السلطة في الجزائر تروج دوما إلى اهتمامها بالإعلام وعملها المتواصل على تطويره ومنحه الحرية، إلا أن واقع الحال يناقض تماما هذا التوجه ويجعل خطابها من قبيل إنكار وجود معتقلي الرأي في البلاد، مع أن قرابة 300 سجين يقبعون في المؤسسات العقابية بسبب آرائهم،
ويباشر الكثير منهم إضرابا مطولا عن الطعام في سبيل التعبير عن رفضهم لهذا الواقع والمطالبة بإطلاق سراحهم وتوقيف كل إجراءات متابعتهم. إذن تتوقف ليبرتي عن الصدور وسط مشهد إعلامي وحقوقي قاتم. يستمر سجن أكثر من 300 من معتقلي الرأي والحراك، بينهم 7 نساء، مشهد محاول التوقف عنده مع ضيفنا من قسنطين عبر خدمة سكايب عبد الكريم زغيلش الإعلامي. عبد الكريم زغيلش، إغلاق صحيفة ليبرتي عنوان من عناوين هذا المشهد، مشهد الحقوقي والإعلامي القاتم، أم أنه ليبرتي في النهاية إغلاق من قبل مالكها سعد ربراب، الذي يقول اليوم كما تنقل عنه حتى صحيفة ليبرتي بأنه صحيفة ليست لها إمكانيات مالية وستتوقف، كانت ستتوقف عن الصدور في مقابل رواية أخرى مغايرة للعاملين في هذه الصحيفة. مساء الخير صديقي، أولا قبل كل شيء وصحافتكم. je dirais que la fermeture de liberté ou le خروج مجلة ليبرتي من الساحة الوطنية من الجزائر هي سي اون رياليتي سويت لوجيك على واش قاعد يصرا في الجزائر بارابور ا توسكي بريس ليبر ولا بريس غولاتيفمون ليبر. الغلق المجلة ليبرتي ما يتوقفش فقط على الجانب الإعلامي تاع المجلة تاني، لأن نظن بلي المجلة هذه عندها دور كبير في لانستوراسيون دو فرانكوفوني وسي في الجزائر، يعني نشر الفرانكوفونية في الجزائر، تعتبر من 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 الوسائل اللي تستعمل اللي تسمح لنا كجزائريين أننا نخاطب دول أخرى، يعني الدول التي الناس اللي ما يقراوش بالعربية. هي مش بفرق فقط يعني مصدر معلومات للجزائريين ليبرتي وسي سي اون سورس دانفورماسيون، مصدر معلومات للناس اللي راهم ما يقراوش باللغه العربيه، ومن هنا مانيش نحكي على الجزائريين، نحكي على الناس الدول اللي مجاورتنا كسوا من الشمال خاصه للقراء انتما ما يقراوش باللغه العربيه. مجله ليبرتي كما مجله الوطن على كل حال سي بارمي ما بين les piliers de la transmission d'informations. Le Canada par exemple on a donc je vous mets notre ami Zouaimia qui est un مواطن كندي وسائل الاعلام الفرنكوفونيه في الجزائر اللي سمحت ان المعلومات تصل بطريقه او باخرى للقراء الفرنكوفونيين الموجودين في كندا مما سمح للقضيه نتاع زويميه تاع الزهر دتر مونجاليزي، عطاتها الابعاد العالم مش العالميه الانتر الدوليه التي وصلت لها القضيه تاع زويميه. دونك لا بيرت دو ليبرتي اوتون كو جورنال اوتون كو ميديا، خساره الجورنال ليبرتي ما تنقلش فقط على خساره هذا المنبع الاعلامي، مي ايضا على كصوت للجزائر في الخارج. نظن بلي هذه aussi c'est un point à prendre en considération. Donc quand maintenant les كيفاه ليبرتي يعني les conditions اللي راحت فيها ليبرتي les conditions تاع هذا الغلق، يعني نقولوا يعني les conditions تاع الصحافه الجزائريه كامله ككل، يعني les propriétaires يعني الناس المالك لهذه الجريده، هو غلق الجريده هذه درك لامور تخصو، يعني في الحقيقه ما تقريبا نقدر نقول كان ما تهمناش الامور هذه اللي هو غلق عليها الجريده، يقول درك لكن امور ماديه والله هو مول الشيء هو مولها قبلها، هذه باش ندخلوا في النقطه تاع مول مالك الشيء اغلقه، هذا يعني ما حاجه تخصو. ولكن لماذا اغلقها؟ هذا هو السؤال. طبعا هناك من ربط هذا الإغلاق بما قاله تبون، نسمع ما قاله بالمناسبة تبون عن صحيفة ليبرتي. اليوم نشوف جريدة وشفتوها أنتوما في الصفحة الأولى ألايون لحية لحشمة كأنهم ينتموا إلى شعب آخر إلى دولة أخرى، يوريك ليزيتاجير فارغين وقال أكي بروفيت لبينوري، واش الجزائر وصلت ليزيتاجير فيت؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر.
صغير عبد الكريم، كثيرون ربطوا موقف ربراب بهذا التصريح لتبون، بعدها رفع دعوى قضائيه من سوناتراك على ليبرتي، وايضا قرار منع صادرات السكر والتي بدت انها واضحه ان المقصود بها هو ربراب كده. ولا هذا شيء يدهشنا ان يعني النظام يتهجم على المجال ما همش في الصف نتاعو، كما نقولوا حنا عامه ما يقبلوش النظام. هذا شيء ماشي شيء جديد عندنا، ما خلناش ندهشوا من هذه النقطه هذه، لان سيغتانمون لو جورنال ليبرتي كانت ديرونجي النظام بطريقه او باخرى. مش غير هذه، يوجد الاخر هذاك لو جورناليست دو ليبرتي اللي نشر باللي اللي نشر ب 24 ساعة يعني واش كان المحادثات ما بين وزير الخارجية، واش راه يصرى في المحادثات ما بين الوزير الخارجية الإيطالي والجزائر على المفاوضات على الغاز. هو قال في 24 ساعة الافونس بلي راح الصادرات الجزائرية لإيطاليا في الغاز راح تطلع إلى ب 90 مليون متر كوب قيمة إضافية، خرجها 24 ساعة من قبل. ده ليسونسييل صرا له دي بروبليم للجورناليست. ومن بعد يومين من بعد شفنا وزير الطاقه ينطق بنفس الكلام. يعني في الحقيقه يعني باش نعطيك نظره على هذا، احنا عندنا في الجزائر في مجريده المجاهد كتبت على موت عبان رمضان باللي قتل في الحدود المغربيه التونسيه، وكان ذهب في عمليه اشتباك مع الجنود الفرنسيين. الصحافة تاعنا كتبت واحد الكذبات في الجزائر. الصحافة الإذاعة التلفزيونية كانت تقولنا التصحيح الثوري على الانقلاب اللي داروه بومدين. يعني كان واحد الكذب صرا في واحد الصحافة الجزائرية اللي راهي مناهضة للنظام. النظام يريد أن تكون الصحافة تحت يده، أي صحيفة دركا خارجة عن يده يريد غلقها. فيما يخص جريدة ليبرتي استعمل استخدامهم ضغوطات، بصح ممكن نقولوا دركا يستعمل ضغوطات على صاحب الشركه. صاحب الشركه هذه شركه خاصه، هذه ماشي شركه تاع ماشي شركه تاع الدوله لكي نعاتب. ولكن لماذا كان هناك اقتراح ان يستلمها العاملون فيها؟ ربراب رفض رفضا تاما، كان يصر على اغلاق الصحيفه. هذا احسن دليل انه كان عنده ضغوطات. هذا احسن دليل باللي راه كانت عليه ضغوطات، ومش غير هذه، كاين ضغوطات على ابناء ولاده في زوج عندهم محاكمات في زوج قضايا مختلفه، يعني قادر ضغطوا عليه باي طريقه كانت. لكن المفيد نتاعنا احنا هو السبب الحقيقي للغلق هذا، مش غير ما جريدة الوطن الان راهي معرضه للغلق، وماشي بسبب ضغوطات، بسبب الحاله الماليه نتاعها. رانا من 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 اول نتيجه اولى لغلق جريده ليبرتي اللي هي كانت تطبع في المطبعه اللي يطبع فيها الخبر والوطن. اسم الوطن والخبر ديجا المطبعه راهي خسرت ان كليون، خسرت مصدر تاع المال. طيب ابقى معنا عبد الكريم صغيلش لو سمحت، انضم الينا في النقاش نسيم ياسع الامين الوطني في الار سي دي. نسيم ياسع، اغلاق صحيفه ليبرتي لافت انه محسن بالعباس قبل ايام قال الامين العام للحزب سيد محسن بالعباس أن قرار سعد ربراب بغلق جريدة ليبرتي هو بمثابة قربان للنظام لحمله على التراجع عن قرار منع تصدير المنتوجات التي تستورد بلدنا مواردها الأولية، والذي يعد قرارا اقتصاديا صائبا تضامننا المطلق مع صحفي ليبرتي. ثم عاد وأضاف محسن بالعباس بإقدامه على ترسيم غلق جريدة ليبرتي سعد ربراب لا يدرك أنه أعلن إفلاسا عاما محتملا لمجمع سيفيتال. مساء الخير للجميع وللمستمعين، صحبكم. أكيد غلق صحيفة أو جريدة ليبرتي يعتبر خسارة لكل صوت معارضة، ولكنه هو مكسب بالنسبة للسلطة في الوقت وين ما لازمش تكون فيه تنازلات لصالح السلطة، ما لازمش نمدو قربان للسلطة، ما لازمش نخليو السلطة تكون عندها مكاسب كغلق جريدة من ميزان جريدة ليبرتي. أقول
هو مكسب للسلطات في خاصة في الوقت ويد تقمع كل تعمل ضغوطات على كل صحافة حرة على جرائد حرة على صحفيين أحرار. وشفنا كم صحفي كان في السجن. جريدة ليبرتي من الصحافة اللي بقات تغطي في الحراك الشعبي وتمد تبد فرصة للتعبير لكثير من الناس والأحزاب اللي أغلقت في وجوهه من كثير من المنابر الإعلامية. لذلك نعتبر أنه غلق جريدة ليبرتي يعتبر خسارة كبيرة للمعارضة، خسارة للتيار الديمقراطي لكل صوت تقدمي والحداثي، في نفس الوقت هو مكسب أكيد للسلطة، ولكن يبقى في حصيلة سياسية للرئيس الدولة الحالي لقريب 3 سنوات على العهدة الأولى نتاعو. شفنا في مجال الحريات بصفة خاصة للصحافة أو التعبير أو النضال السياسي فيه تراجع كبير هنا في الجزائر، في وضعية سياسية عامة تتسم بتواصل ضغوطات فيها غلق للمجال الإعلامي والمجال السياسي في الجزائر. هذا في نعم في ونحن نعيش يعني أزمة سياسية يعني كنا متنبئين منها. الناس كل الناس اللي كانت تتكلم منذ سنوات في السابق كانت تتنبأ بأننا نصل إلى هذه الأزمة السياسية هناك من طرف السلطة في غياب مبادرة سياسية، في غياب طرح الحلول، في غياب استشراف، في غياب رؤية شاملة للأزمة السياسية في الجزائر أو حل أزمة سياسية في الجزائر، بقت فقط يعني لغة القمع والمضايقات على سواء على كل صوت معارض. وأنا بالخصوص أود مرة أخرى إلى أن أشير إلى بلدية هنا في الجزائر اللي هي بلدية ناصرية في ولاية بومرداس، منذ أيام فقط تم إيداع شابين جعفر حمزي وتوفيق حمدان السجن المؤقت في نفس اليوم وين كانت فيه يعني إطلاق سراح مؤقت لبعض المعتقل يرى يعني في نفس الوقت كان فيه اعتقالات وفي نفس الوقت كان فيها إخراج من السجون ليصل عدد المعتقلين في هذه البلدية إلى العشرات يعني حوالي 15 معتقل رأي من بلدية واحدة شرق ولاية بومرداس بالإضافة للناس اللي كانت في الحبس واستنفذت يعني العقوبة تاعها بالإضافة إلى العشرات من مواطني هذه البلدية اللي راهم تحت المراقبة القضائية. باش نقول أنه هذا البلدية المواطنين يعني يعيشوا في ضغوطات منذ يعني المناضلين السياسيين او الحراكيين منذ 2019، وهذا ماشي مليح، ماشي مليح لبلادنا، ماشي مليح للجزائر. 3 سنين بعد ثوره شعبيه سلميه يعني حملت على الجزائريين، حملت مشروع سياسي اللي هو التغيير نحو دوله حق وقانون وديمقراطيه، نلقاو نفسنا 3 سنين بعد ذلك في ازمه سياسيه عميقه تضاف الان اليها ازمه اجتماعيه، تراجع في القدره الشرائيه، هناك محدوديه لدى الحكومه في مواكبه يعني التطورات الحاصلة حتى في الواقع ما شيء آخر. يعني الجزائر في الواقع وفي الميدان ما هيش جزائر نشرت الثامنة، هناك يعني صعوبات، ولكن أعتقد أنه يعني وبالخصوص يعني منذ فرض ورقة طريق السلطة في الانتخابات الرئاسية الأولى في 12/12/2019 إلى غاية اليوم نحن أمام واقع وحقيقة أنه ما فيش حلول. النظام ما قدرش أن يكون فيه حلول سياسية بالنسبة للأزمة هذه، حمل الوقت حقيقة إذا بغينا أن نخرج من الأزمة هذه المتعددة الأبعاد في ظل تطورات الحاصلة حتى في المنطقة يعني على المستوى الخارجي أو على المستوى الدولي، يجب أن نبقى الآن ويجب أن نعي بخطورة الوضع اللي رانا فيه من أجل الخروج من الأزمة. يبقى معنا نسيم ياسع، انضم إلينا في النقاش محمد ديوانوغن الكاتب والصحفي بليبرتي. محمد ديوانوغن، غلق ليبرتي اليوم العدد الأخير نهاية تجربة أم إغلاق من مالك هذه الصحيفة، قربان قدمه ربراب للنظام كما يقول محسن بالعباس، أم أنه نتيجة واضحة أو عنوان من عناوين مشهد إعلامي وحقوقي قاتم في البلاد؟ هذا القرار يعتبر خطأ من أي مسير في العالم سواء ربراب أو غيره، بلا ما نتكلموا على بلا ما ندخلوا فيها في اعتبارات يعني ظرفيه او بدون اي تشخيص. اي مسير في العالم يقدم على غلق مؤسسه
يعتبر خاصة إذا كانت المؤسسة هذه ليست يعني قانونيا لا ينطبق عليها لا تنطبق عليها إجراءات الإفلاس، يعتبر خطأ استراتيجي لأي مسير في العالم. ما كاش مسير اقتصادي في العالم يغلق مؤسسة قبل ما تكون لهذه المؤسسة يعني توصل لحالة حالة إفلاس قانونية، وين قانونيا ما عندكش حل آخر إلا غلقها، يعني الله غالب هنا القانون هو اللي يغلقها ماشي انت. اما انه المسير هو اللي قرر يغلق المؤسسه فهذا خطا استراتيجي ويعتبر قانون. لا ما على باليش تفاصيل القوانين الجزائريه كيفاش واش كاين فيها، ولكن من المفروض يكون في القانون حاجه اللي تمنع في حالات كما هذه. ما دام المؤسسه ماهيش اقتصاديا ماهيش مفلسه لا يحق لك غلقها، تحب تنسحب منها الله يسهل عليك، تحب تبيعها لشخص اخر او اطراف اخرى يكونوا ديروبرونور واحد اخرين الله يسهل عليك، اما غلقها فما غير معقول مؤسسه ماهيش مفلسه تغلقها. هذه ما صراتش، هذه امرها ما صارت في التاريخ. ولكن محمد ولكن اليوم ليبرتي تنقل عن ربراب نفسه انه يقول بانه ان الوضع الاقتصادي للصحيفه لا يسمح لها سوى مهله وجيزه، بينما طبعا كان فيه اعلان. هذا اعتراف، هذا اعترف منه ان المؤسسه ماهيش مفلسه. المهم الوجيزه انت واش دخلك؟ انت ماكش حاب تضحي مع المؤسسه هذه، لنفرض انه عنده الحق، لنفرض انه المؤسسه بقات لها فتره وجيزه، انت ماكش حاب تزيد الفتره الوجيزه هذه، خلي لها فرصه تنازل عليها، انسحب منها وخليها ماكش انت غلقها من بعد. خلي الصحفيين يغلقوها، خلي اي، لان الليبرتي عنوان عنده تاريخه. حتى ولو كانت المؤسسه بالك عندها صعوبات ولكن كعنوان يبقى ستيتر برستيجيو، لو كان يحطوه في السوق يلقى الناس اللي يكونوا انتريسي باش يشريوا العنوان هذا. مستحيل ما يلقاش ليبرتي شكون يشريها. علاش انت مصر على غلقها؟ الا ما كان اي حل اخر الا غلقها. هذا ما قرر يخفي في الحقيقة، يخفي خلفيات أخرى غير الخلفيات غير التبريرات اللي قدمها ربراب في. طيب بالنسبة لتفسير محسن بالعباس أنه قربان للنظام لحمله على التراجع عن قرار منع تصدير المنتجات التي يستورد بلدنا مواردها الأولية، ويعد قرار اقتصاديا صائبا كما يقول محسن بالعباس. يعني هذا قرار مرتبط بقرار الأخير وبتصريح موثق ناقد من تبون لليبرتي، سونات راك رفع الدعوة قضائية كذلك ضد ليبرتي. هل ربراب يريد التخلص من ما يعتبره ربما معرقلا له يعني، أو عقابا ما كانت تعاقبه به السلطة؟ ما عندوش حق يتخلص منها، عنده الحق ينسحب منها، ما عندوش حق يتخلص منها، انسحب منها. ما قلنا لكش ريح في ليبرتي وقاوم. اذا كان عندك سير عندك ضغوط من السلطه بسبب ليبرتي ما قلنا لكش قاوم، انسحب على روحك، ما تغلقهاش، ماشي انت اللي تغلقها، راه بقات لها فتره وجيزه تعيشها المؤسسه هذه، خلي تعيش الفتره الوجيزه هذه، ربما يجيو ناس يلقاو لها حلول اخرى. من انت علاش القرار الوحيد اللي خليته، يعني الخيار الوحيد اللي خليته ممكن تطبيقه هو غلق المؤسسة، وعلاش علاش هذا التعسف هذا في الاخر في القرار؟ غلق عنوان مثل جريدة ليبرتي لا ماهوش ملك لربراب ولا لأي شخص ولا الصحفيين، ولا هو ملك للقراء قبل أي شيء آخر. راك تشوف غلق ليبرتي شكل حدث دولي، حتى كل الصحافة العالمية نقلت الخبر. لأنه حدث غريب في كل العالم، في كل دول العالم كان صحف اختفت، كان وسائل إعلام اختفت، ولكن لأسباب، لأن بعد استنفاد كل المحاولات لإنقاذ تلك المؤسسات. أما أن يكون الحل الأول اللي يطبق هو الغلق، هذا أمرها ما صارت، كاش مؤسسة إعلامية في العالم تغلقت بهذه الطريقة هذه. طيب يبقى معنا محمد ولوغا، لافت عود لك عبد الكريم صغيرش انه فعلا امنستي انترناسيونال مثلا اليوم في تغريده اعتبرت لو جورنال ليبرتي ا ديسباري لو كومبا بور لي ليبرتي فوندامونتال دو سو بورسويفر، تقول امنستي انترناسيونال
قبل أيام كانت الاتحاد الأوروبي أصدر كذلك بيانا عن غلق ليبرتي، ويجدد الأسئلة أرساف كذلك روبورتير سون فرونتيير ومنظمات حقوقية أخرى. أيضا أمنستي انترناشونال اليوم بالمناسبة تنقل أنه الوضع الصحي لمرزوق تواتي تدهور بشكل خطير، وتم نقله بشكل عاجل من مستشفى إلى المستشفى من سجن الأغواط. وكانت زوجته قبل أيام، كانت حتى في المغاربية أمس، قد قرعت أجراس الخطر بعد إضراب زوجها عن الطعام 16 يوما. وكانت أيضا قبلها مثل ما نتابع صرحت عن وضعها ووضع العائلة ووالدة مرزوق تواتي كذلك التي تعاني معاناة رهيبة، يتنقلان من بجاية إلى الأغواط قبلها إلى غردايا بمعاناة رهيبة لزيارة مرزوق تواتي. نسمع زوجته ماذا تقول. il dénonce, c'est ça le mot, c'est pour dénoncer les intimidations qu'il subit là-bas en prison à l'Aghouat. Comment définir l'indéfinissable? Donc c'est moi en tant que son épouse, c'est voilà, on venait juste de se marier, se retrouver dans cette situation, c'est franchement pas facile. Donc c'est loin de chez nous. Donc déjà même financièrement, on n'arrive pas à lui rendre toujours visite. C'est terrible. Et l'état dans lequel on l'a trouvé, c'est le voir comme ça, c'était franchement difficile pour moi, pour sa mère et aussi pour son jeune frère. Aujourd'hui, le plus important, c'est que Merzouk puisse bénéficier d'une aide médicale sur les lieux. Donc Merzouk n'est pas suivi médicalement. Il risque sa vie aujourd'hui. Merzouk risque de perdre sa vie dans cette prison. On voulait sa libération et là, on se retrouve à se battre pour sa vie. Donc, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'il y ait de l'écho, que le cas de Merzouk puisse avoir écho et qu'on arrive à lui venir en aide. Donc, c'est ça. C'est la priorité aujourd'hui. كانت هذه إذن زوجة مرزوق تواتي الصحفي مدير موقع الحجرة عبد الكريم زغيلش تقول سي تيغيبل، الفظيع ما يحدث. والآن الأمنستي تنقل بأنه تم نقله بشكل عاجل للمستشفى ويعاني بسبب إضرابه عن الطعام منذ 16 يوما. مشهد محزن، وكنا نسمع حتى معاناة العائلة، حتى معاناة مالية. C'est dramatique يعني d'entendre la madame Touati parler comme ça de son mari. Franchement, يعني c'est dramatique. يعني c'est malheureux de voir que on est arrivé à ce genre de situation. Et si on يعني réellement pour يعني اللي عدم الخروج من الموضوع. واش كنت نقول لك بلا على مجلة ليبرتي. مجلة ليبرتي بصفتها فرانكوفونية هي اللي توصل هذا النوع من هذا الادغام هذا وهذا الكوارث هذو. في الجزائر ما عندناش صحافه من غير بالعربيه قويه، ما عندناش صحافه بالانجليزيه قويه اللي تقدر توصل صوت نحكي على صحافه حره، صحافه مستقله مثل يعني ليكزومبل دو ليبرتي، باسكو سي ان جورنال فرانكوفون. ليبرتي من اهم حاجه تاعو انه ليس باللغه العربيه، اهم شيء في ليبرتي انه باللغه الفرنسيه، ومع انه لديه موقع بالعربيه كذلك. هذا انفتاح من الصحيفه. On parle du journal Liberté communément connu. كما نعرفوه نحن في الجزائر، اللي هو ان جورنال فرانكوفون يتكلم باللغه الفرنسيه. من 30 سنه ليبرتي ما يعرفوش الناس في الجزائر ليبرتي بالعربيه. يعرفوا ليبرتي اون فرونسي، والناس في العالم يعرفوا ليبرتي بلي سان جورنال فرانكوفون باللغه الفرنسيه. لكن ليست القصه ابعد من العربيه، السلطه اغلقت وضيقت بالمناسبه على صحف بالعربيه واغلقت قنوات ناطقه بالعربيه. ليبرتي الخساره الكبيره اللي خسرها كما تغلق مجله ليبرتي، كما لو كوتيديان دو ليبرتي افيرمي، جيستيم جو كوا كو لا بلو غروند بيرت اللي خسرناها هي ان موايان، وسيله كانت تسمح
لماذا يجري في الجزائر أن يصل إلى القارئ الذي لا يقرأ باللغة العربية، القارئ في شمال في المقابلنا من الشمال القارئ الأوروبي اللي كان يستطيع أن ينظر إلى كاين أموا أمواي هذوك، هل ينظر أو لا هذا شيء آخر، مي المهم القارئ الأوروبي الفرنسي ولا الفرنكوفون الكندي البلجيكي السويسري ليكتور فرنكوفون كانوا عندهم وسيلة، مازال الوطن على كل حال مي يبقى ليبرتي سون تري غروس بيغ، كان يمكن للقارئ اللي في أوروبا يشوف ايش قاعد يصير في الجزائر اترافيرس ميديا لا، وما عندناش الاختيار باسكو ما عندناش طيب. صحافة بالإنجليزية قوية توصل اللغة الميساج نتاعنا للقارئ الإنجليزي، وما عندناش صحافة بالألمانية، عندنا صحافة بالفرنسية، يجب أن نحافظ على هذه الصحافة. لا بريس فرانكوفون اون الجيري اي امبورطون، يفو بريزيرفي سيت بريس لا. يبقى معنا عبد الكريم زغيلش محمد ديوان وغن، يعني هذا يطرح ربما نقاش، هل القصة قصة اللغة؟ مع أنه طبعا هناك من يقول هناك حقيقة كذلك أنه هناك انقسام لغوي، هناك جدل حول تضامن، هل ما يحدث في هذا المشهد الإعلامي كذلك يتحمل الإعلاميون في الجزائر غياب التضامن يعني وحتى ربما أحيانا انتقائية، أوصل المشهد إلى ما أوصل إليه، يعني يتم الغلق بطريقة مباشرة وأحيانا بطريقة غير مباشرة مثل ما يحدث مع صحيفة ليبرتي؟ لا، ما القسم اللغوي ما كاش منها في الصحافه الجزائريه، كل الصحفيين جزائريين تقريبا زيد بيلان سوتو لا جينيراسيون جدد، يعني ما عدا الاجيال الاولى ربما جيل الثوره ولا اللي كانوا دي مونولوج مي صحفيين اخرين كامل بعد الاستخلاص دي بيلان، والسلطه ما تتعاملش مع الصحف على اساس لغوي، الخط الافتتاحي هو اللي قلق السلطه في فترة من الفترات، السلطة غلقت كل الصحف المعربة ما عدا الخبر، والآن السلطة راهي تغلق الصحف المفرنسة ما عدا تقريبا غير الصحف المعربة اللي مراهيش تغلقها حاليا، تغلق الصحف المفرنسة، وعلاش؟ لأن الصحف المفرنسة الخط الافتتاحي تاع الصحف هذه هو اللي ولا شكل خطر للسلطة، لأن اللي راهم في السلطة اليوم ناس فاشيون، سيدي فاشيست، عندهم كونسيبسيون تاع المجتمع الجزائري حابين يفرضوه، ما يقبلوش اللغه الفرنسيه، ما يقبلوش ال ولكن الا تبدو مفارقه اللي كنا نشوفوها في لو تي في، اسمح لي برك جمال، ابسط الصور اللقطات اللي كنا نشوفوهم في لو تي في بكري بشكل عادي جدا ولا ما تاخذش الحياة ولازم يسونسيريوها، هذا كاين، هذا كاين تيار متطرف راهو في السلطه اليوم، راهو حاب يفرض نمط معين تاع مجتمع على كل جزائري. طيب. واكبر ضحايا سي فري عنده الحق جزئيا عبد الكريم صالح واش راه يقول، في الظرف الحالي الصحافه الفرنكوفونيه هي اللي راهي تواجه هذا التيار هذا. مي في مراحل سابقه الصحافه المعربه هي اللي تضرت من توقيف، علاش؟ طيب. لان السلطه دائما قلت لك الخط الافتتاحي تاع الصحف هي هو اللي قلقها، ماهيش اللغه اللي تصدر بها الصحافه. طيب كان ذلك في التسعينات، ولكن سواء اللغه الفرنسيه او اللغه ولكن غياب التضامن في التسعينات، طبعا تم تعليق في التسعينات بسبب موقف الصحف المعربه من انقلاب 92، تم التعليق كم 10 صحف مثلا، ولكن في تلك الفتره كانت هناك اتهامات بانه لم يكن هناك تضامن، الآن النظام يغلق كما مثل ما تشير بسبب آخر هذه الصحف الناطقة ويضغط على الصحف الناطقة بالفرنسية، أشرت إلى الفرنسية، ولكن لا تبدو مفارقة أن هؤلاء المسؤولين الذين يتوسطون للسفارة الفرنسية لإيجاد أماكن لأبنائهم للدراسة في الثانوية الفرنسية، هل القصة مرتبطة بهذا البعد للسلطة الإيديولوجي فعلاً؟ التلاعب بالإيديولوجيات في التسعينات لضرب الإسلاميين والتحالف مع الديمقراطيين والحداثيين، الآن ربما العكس، أنه كذلك يتحمل العاملون في القطاع المسؤولية غياب التضامن، أكلت يوم أكل الثور الأبيض كما يقال مثلا. لا قلت لك مش مشكل السلطة، ما عندهاش مشكل تاع لغة، السلطة عندها مشكل تاع خط افتتاحي تاع الصحف هذه، التركيبة تاع الصحافة الجزائرية خلات في التسعينات مثلا
تكون الصحافه المعربه هي الاكثر ضحيه اكثر للغرب. تغلقت صحف فيها المفرنسه بزاف، ولكن صحف المعربه اكثر، صحف المعربه تقريبا قد غلقها بربر. علاش؟ لان السلطه كانت في معركه في في في, في, في صراع مع الاسلاميين في تلك الفتره. لا لوجيك تقول، الواقع يقول في الجزائر بان الصحافه المعربه هي الاكثر ميولا للديانه الاسلاميه، بينما الصحف المفرنسه اللي تظهرت في المرحله هذه هي ما هي الصحف عندها خط افتتاح اسلامي، وانما صحف مفرسه اللي كانت تدعي للحوار، مثلا الحوار مع الاسلاميين. راحت في الجره تاع الاسلاميين، تاع الصحف المعربه الاخرى اللي محسوبه للتيار الاسلامي. اليوم السلطه راهي تحارب الديمقراطيه، راهي تحارب التعدديه اللغويه، تحارب التعدديه السياسيه، تحارب حقوق الانسان، راهي تتراجع على كل مكاسب اكتوبر 88. الصحافه اللي راهي اليوم تدافع على مكاسب اكتوبر 88 ومكاسب الديمقراطيه والتعدديه الى اخره هي الصحف الناطقه باللغه الفرنسيه تقريبا. ما علاش باللي المعربين ما كاش، ولكن الصحافه اليوم في التسحير اللي موجود اليوم بقاو حوالي ثلث او اربع صحف راهم يديروا هذا الشيء هذا، ولا كات ميديا ماشي كات جورنو، كاين دو جورنو وزيد لها راديو ام، راديو ام باللغه العربيه. وهناك هذا الموقع على صغر الموقع. دونك الخط الافتتاحي هو اللي شكل مشكل للسلطه، ماهيش اللغه. مي كاين واقع في الجزائر، قلت لك كاين تيارات سياسيه، كل تيار عنده الاغلبيه لغويه. التيار الاسلامي اغلبيته معرب، التيار الحداثي الديمقراطي هذا اغلبيته مفرنس، هذا هو المشكل. السلطه ما عندهاش مشكل مع اللغه الفرنسيه ولا اللغه العربيه، هي عندها المشكل مع الديمقراطيه، ترفض وجود التعدديه في الجزائر، ترفض وجود الديمقراطيه في الجزائر. السلطة تحب تفرض نمط معيشي واحد على المجتمع الجزائري، وتفرض ما كنا نتابع تعليق قصير ما حدث، معيشي نمط أحادية فكرية، أحادية سياسية، إعلامية إلى آخره. طيب تعليقك على ما يحدث لمرزوق تواتي، وكنا نسمع زوجته طبعا صحفي ليبرتي، ما زال كذلك محمد مولوج في السجن، ما زال حسن بوراس كذلك في السجن، ومعاناة عائلاتهم. يعني كنا نسمع زوجة مرزوق تواتي يعني بشكل فظيع. نحكي لك قصة اليوم برك، صرات لي جمال. كنت اليوم رحت الكوميساريات بوليس باش نجيب البيرمي، نحاولي بيرمي البارح، رحت اليوم الكوميساريات بوليس باش نجيبه، نلقى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان معلق في الحيط، يعني بورتري جيون، صفحة جيون هكذا كامل معلقة في الحيط، وقاعد نقرا الارتيكل 19 اللي يتكلم على حق كل مواطن عالمي، ما يتكلمش على مواطن جزائري ولا الاعلان العالمي لحقوق الانسان، اي مواطن في اي بلد في العالم من حقه ينشر الاخبار اللي يحب، وينشر الافكار اللي يحب، وينشر الاراء اللي يحب. هذا الاعلان العالمي لحقوق الانسان معلق في حيط داخل كوميساريات بوليس. هذا لا بوليس ولا العداله ولا الدوله ولا السلطه قدامه تبون، قدامو البورتري تاع تبون، هادو كامل اللي مأمنين اللي يعلقوا حقوق الإنسان في الحياة كما يعلقوا المصحف كيف كيف، بصح هما ما يمنوا لا بالمصحف لا بحقوق الإنسان، ما يمنوا غير بالسلطة، يمنوا غير يقعدوا في السلطة. معلق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الحياة بصح ينتهك هذاك الحقوق. وتفكرت مرزوق تواتي لأن كنت سامع بالحكاية تاعو اليوم، واش تفكرت مولوج، تفكرتهم كامل، قلت هذه الشرطة تعلق لهم في الحيط اعلان كما هذا، بصح يديروا العكس تاع الاعلان، على الاقل راح قرا الاعلان هذاك وحبس. قال انا ما كيعطيك اوامر، قال انا ها عطيتوا لي اعلان عالمي لحقوق الانسان نعلقوا في الحيط باش نطبقوا ولا باش نتفرج فيه، نديروا كادر برك. شكرا جزيلا لك محمد يوانوغ، الكاتب الصحفي في صحيفه ليبرتي التي توقفت عن الصدور اخر عدد لها، ليندا عبوة الصحفية الإعلامية في راديو أم الذي كذلك تعرض إلى تضييق تم حجب الموقع، موقع راديو أم، وكذلك مغرب إمرجون. ليندا عبوة، كنت عشت آخر يوم أمس مع صحيفة مع فريق تحرير ليبرتي تنطفئ كما تكتب أيضا الصحيفة اليوم، ولكن بمرارة وب شعور مرة أخرى بالنسبة للعاملين فيها، بماذا لمستي هناك؟ أنت عشتي أجواء آخر يوم لفريق تحرير الصحيفة.
نعم، مساء الخير عليكم زميلي جمال، فحصركم. يعني للأسف امبارح عشنا اليوم مؤثر للصحفيين، أشوفها اعتمد حدث نهاية اليوم، يعني كل عرج اللي يعني الرتوشات الأخيرة تاع الجريدة من صفحة أولى، من ترتيب للمقالات، من أوقات جميلة كذلك بين الصحفيين داخل قاعة التحرير. شفت دموع العديد من الصحفيين، شفت في يعني حتى انهم عاشوا موقف صعب جدا، الفراق تاع الصحفيين اللي اكثر من 20 سنة. للأسف ليندا عبو، الصوت يتقطع، لا نسمعك من المصدر بشكل واضح. سيحاول الزملاء العودة إليك. نسمع الآن، طبعا يأتي هذا فيما تتواصل التضييقات، المتابعات، الحكم اليوم على محاد قاسمي الناشط البيئي الناشط في الحراك في أضرار ب3 سنوات سجن مرة أخرى، وإجماع الحقوقيين والمحامين حكم ظالم. تم الحكم أمس كذلك على شاعر الحراك الشعبي حمود تشكرابي ب1.5 سنة سجنا نافذا. ونسمع ما تقوله والدته عن الدولة الحقارة، والدته المجاهدة، هو ابن واحد من قادة الثورة التحريرية الكبار. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم يا إخواني الكرام. أنا الكنيذ يمثل حمود تشكرابي، استغفر الله يا ربي. وينو مولاها سي حمود؟ راح وخلاها ولدي، راح يا عباد خلاني وسكن البعاد، راح يا عباد خلاني وسكن البعاد. داتو الطيارة في السماء والهواء، اربطها غدارة دولة الحقارة ولدي، دولة الحقارة ولدي. ربي سيدي واش عملت انا ووليدي، ربيتو بيدي ودته دولة الحقارة ولدي. عبد الكريم صغير، اش ودته دولة الحقارة؟ حكم على حمود شكرابي وعلى محاد قاسمي كذلك. اليوم يحطوا في العائلات في وحده المواقف، يعني من الله، يعني هذه لا انتظر اي خير من هذا، من هذا المواقف كامل هذا، من الناس كامل اللي راهم في الحبس والعائلات نتاعهم، ورد الفعل تاع العائلات نتاعهم، ما تنتظر حتى خير من هذه. هذه سي لي بريميس دو كالكو شوز كي باس باسي اون الجيري. هذا الشر كامل هذا راح يخرج فينا بمعنى، يعني بطريقه خلاف معنى خلاف، هذا الشر كامل هذا راح يخرج فينا بطريقه او في اخرى. يعني فرانشمون، يعني لا سيتوياسيون والعدد كبير تاع الناس اللي راهم في السجون والعائلات نتاعهم، يعني كيما من لوكا تاع مرزوق تواتي على سبيل المثال، لا فام تعود دير 1000 كيلومتر الي روتور، هذه بدات ما تولهوش اللي دطاي هذو، مي هذه هي الحياه، واش يصرى في الحياه اليوميه لهكا العائلات تعيش هذا النوع من الماساه. هذه الماساه هذو يديروا 500 كيلومتر باش يروحوا يشوفوا، 500 كيلومتر باش يرجعوا، يعني اشياء غير مفهومه حطوا قدامهم في البجايات. ما يوجد سجن في بجايه، احنا وصلنا عندنا في ضعف، يعني وصلنا لواحد الدرجه ما عندناش نطالب بالاطلاق صراحه من المساجين، عندنا نطالب يعني واحد يكون عقلاني في الاشياء نتاعو، مرزوق تواتي ما ناش عندناش نطالبوا. يعني تشوف هذه النتيجه اللي وصلناها واللي حطونا امام لو فيت اكومبلي، ما عندناش نطالبوا باطلاق سراح مرزوق تواتي، عندنا نطالبوا بسجنوا في بجايه قدام منزله. والله حقيقة انكروايابل هذا، يعني المهم والحكم كذلك على هذا الشر كامل ما يخرجش علينا بخير وخلاص. وكذلك محاد قاسمي بعد الحكم عليه ب5 سنوات الان 3 سنوات سجن، محاد قاسمي الناشط المثالي في أضرار. كل يعني هذه 3 سنوات سجن، شكون رقم سهل هذه؟ شكون 3 اسابيع ولا 3 اشهر ولا، يعني كيف يعني الانسان، يعني انا لا اعتبره كمسجون، كمسجون سياسي باسمي، انا اعتبره مسجون سياسي، هو في سجن ليس على الاراء،
في الفيسبوك هو مسجل على جهه مواقف سياسيه، هو مسجون سياسي. لازم احنا نتعلموا ايضا نديروا الفرق ما بين مسجون راي ومسجون سياسي، لانه هو في السجن لانه عنده افكار سياسيه. تطبيق هذه الافكار السياسيه يعني لا تناسب النظام الحالي في الجزائر. شكرا جزيلا لك عبد الكريم صغيلش، كنت معنا عبر خدمة سكايب من قسنطينة. عادت إلينا ليندا عبو. ليندا تفضلي بإكمال فكرتك، كنت تتحدثين على أجواء في ليبرتي. أعتذر نعم أعتذر زميلي جمال، إحنا نتحدث على حرية التعبير ولا حرية الصحافة، ولكن في الحقيقة أقل يعني أبسط الخدمات اللي هي التغطية في الجزائر في الآونة الأخيرة أصبحت ضعيفة جدا، والصحافة ما تقدرش تتكلم على هذا المشكل، مشكل التغطية ومشكل الانترنت في الجزائر. بالعودة إلى موضوعنا، موضوع جريدة ليبرتي، قلت لك أنه كان يوم صعب جدا على الصحفيين، ولكن كذلك كان يوم اللي حسيت أنهم مفتخرين بالمشوار ديالهم المهني في هذه الجريدة. هذه الجريدة اللي كانت مدت لهم فضاء للتعبير عن قضايا اللي كانت بالنسبه لهم كذلك وسيله لايصال صوت العديد من الجزائريين في العديد من الاماكن. يعني في العدد الاخير اللي صدر اليوم كان اثار انتباهي عنوان صحفي رابح كراش، لانه اظن ان الزملاء والضيوف الاخرين قالوا ان جريده اليوم كانت عباره عن يعني شهادات لصحفيين كيفاش عاشوا على مر السنين وكيفاش عاشوا التجربه ديالهم في ليبرتي. ولكن انا العنوان اللي كان شد انتباهي هو كما قلت لك عنوان رابح كراش صحفي اللي تم سجنه في ولايه تمنراس، لو سود بلور سون بورت فوا. يعني حقيقه الجريده الوحيده اللي عندها مراسل، يعني مراسل اللي يقدر يكتب بكل بنوعا ما يعني باستقلاليه بهامش كبير من الاستقلاليه، هو رابح كراش جريده ليبرتي في ليس فقط في طنراس ولكن في الجنوب كله. صحيح انه اليوم الجنوب يفقد فضاء مهم جدا، كما فقدته المعارضه الجزائريه، كما فقدوه القراء، وكما يعني فقدان جريده ليبرتي اليوم هو فقدته الجزائر كامله وليس فقط صحفيي هذه الجريده. فإذا كما قلت هذا واش لاحظت أمس عند الزملاء، يعني كان تحسر على الفقدان الجريدة، ولكن الافتخار بكل ما قاموا به طيلة هذه السنين في فترات وين عاشت الجزائر منعطفات تاريخية، سواء في التسعينات أو في 2001 مع قضية القبائل وصولا إلى الحراك 2019. طيب لافت أنه ما يحدث ليبرتي هو عنوان ما يحدث كذلك في المشهد الإعلامي، راديو أم حيث تشتغلين تعرض كذلك إلى التضييق، حجب الموقع وموقع مغرب إيمرجون. لافت في تغريدة مدير الكاتب الصحفي الذي يتعرض كذلك هو للتضييق والرقابة القضائية القاضي إحسان، يكتب غراند كولير غراند ديتيرميناسيون غراند تريستيس غراند تريستيس ريان دو فاتال. اكزاكتومون، كاين الحزن لا تريستيس وكاين لا ديتيرميناسيون. الناس مقتنعين بواش راهم يديروا، الصحفيين اللي يكتبوا مقتنعين لانهم راهم يقوموا بعملهم الصحفي فقط. انا كنت قلتها في احد البلاطوهات معاك جمال، يعني الصحفيين اللي يكتبوا في هذه المواضيع اللي اصبحت طابو في الجزائر، مواضيع سياسيه، يعني نقل تصريحات المعارضه، الكلام عن الحرقه، الكلام عن معتقدي الرأي اللي أصبحت تطبوهات في معظم وسائل الإعلام الجزائرية، تناولها بعض الجزائر مثل ليبرتي، الوطن، راديو أم وبعض المواقع الأخرى كذلك. هذا يعني مش ما لازمش الناس يشوفوا لأنه هذا جهاد وهذه معارضة وهذا عمل كبير، هذا عمل صحفي الحقيقي فقط. يعني هذا هو العمل الصحفي اللي لازم يخدموا عليه الصحفيين الآخرين وسائل الإعلام الاخرى. لذا يعني الكلمه على لا ديتيرميناسيون، على انه احنا مقتنعين لانه هذا هو عملنا الصحفي، وهذا وحنا نظنوا باللي رانا نديروا فيه بمهنيه وفقط. كيما نتكلموا
كيما نتناولوا ونقلوا بيانات رئاسة الجمهورية، بيانات وزارة الدفاع، بيانات وزارة الخارجية، نقلوا كذلك بيانات المعارضة، نقلوا أخبار عائلة الحراقة وأخبار المعتقلين. لذا يعني القناعة يعني الناس مقتنعين بالشيء اللي يعملوا فيه في هذا بعض الجزائر، ولا حتى الصحفيين اللي ما عندهم جرائد اللي يكتبوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. طب هل تترسخ في النهاية أيضا القناعة بأن هذه السلطة تلعب على كل حبال، تلعب على الحبال الديمقراطية، الحبال الإيديولوجية، ويسقط ربما أيضا فيها قطاع من الجزائريين في النهاية، تغلق الصحف التي تراها مزعجة مهما كان اتجاهها، وأنه لعبة التخندق الإيديولوجي ربما كانت لعبت دورا مؤثرا وربما لعبت في لصالح السلطة في رأيك؟ لا يعني كل ما يزعج يعني السلطة ما تفرقش بين محافظ وتقدمي وإسلامي أو ديمقراطي. يعني السلطة عندها خطين، من يوالي ومن يعارض وفقط. يعني هذه الفضاءات اللي تمد الكلمة للمعارضة، لأنه نرفض نقول أنها وسائل إعلام معارضة، بل وسائل إعلام تمد فضاء للتعبير للمعارضة. هذه وسائل الإعلام تطرح مشكل للسلطة. وأكيد يعني أنا اليوم كاين بزاف ناس يتكلموا على الجانب الاقتصادي فيما يخص غلق جريدة ليبرتي. أنا ما نظنش يعني أنه السبب اقتصادي، السبب نظن سياسي، وما نقدرش تاني يعني ما نقدرش لا أستطيع أن لا أربط بين الضغوطات اللي كانت على جريدة ليبرتي في الأشهر الأخيرة. حتى يعني رئيس الدولة كان يتكلم على افتتاحية هذه الجريدة، كان اعتقال لصحفيها، عندها صحفيين اليوم راهم تحت الرقابة القضائية بسبب مقابلة صحفية مع مسؤول في سوناتراك. إذا يعني أنا ما قدرش نفصل بين كل هذه الضغوطات وغلق جريدة ليبرتي اليوم. حتى يعني في ردة فعل يسعد البراب يعني يتكلم اليوم في العدد الأخير من جريدة ليبرتي، يقول أنه هذا الغلق جاء، يعني هذا واش فهمت أنا من ردة الفعل ديالو، أنه جاء بطلب من أبنائه. يعني وعلاش أبنائه يطلبوا غلق هذه الجريدة إذا ما كانوش يظنوا أنها تجلب لهم المشاكل وتحط اقتصادهم يعني على المحك؟ يعني هذا انا ما نقدرش نفصل بين هذه الضغوطات وغلق جريده ليبرتي. شكرا جزيلا لك ليندا عبو الاعلاميه، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. صحف طوركم والى اللقاء.